هي واحدة من أبرز الشخصيات النسائية اللي عملت على تمكين المرأة من حقوقها الاجتماعية والسياسية من خلال مسيرة عمل مجتمعي حافلة بالمحطات العملية والإنجازات الهامة. رئيس الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولو الملة، الحين في ليالي الكويت. حياكم الله معانا، مثل ما شفتوا في الانترو الحين معانا هذا الاتصال الهاتفي من السيدة لولو الملة رئيس الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية. مساك الله بالخير وحياك الله. مساكم الله بالنور ومشكورين على هذا الاستضافة. حيا الله الصوت جميل. استاذة لولو، وكان خاطرنا تكونين معانا علشان يكون ثالث لام معانا الليلة. مشكورين والله، اسمحوا لي انا اعتذر جدا لان يعني ظروف الحظر وكذي شوي ظروف. صحيح صحيح أستاذة لولو، لما نتكلم عن كفاح المرأة بالكويت والجمعية النسائية الكويتية، يمكن هي من أقدم الجمعيات الناشطة النسوية الناشطة عندنا بالكويت. اليوم بعد يمكن أهم مطلب كان لهذه الجمعية هو حصول المرأة على حقوقها السياسية. للأمانة من بعد ما حصلنا على حقوقنا السياسية لقينا أن نشاط الجمعية خفت نوعا ما. لا أنا يحزنني هذا الكلام، لا بالعكس لم يخفت وإن شاء الله لن يخفت. يعني كأنه كان أهم مطلب وحصلنا عليه فكأنه انتهت المطالب. لا أبدا، المطالب ليست فقط للحق السياسي. نعم. الحق السياسي له يعني مو هو الغاية في الحقوق، بينما أكو حقوق كثيرة يعني تنقص المرأة الآن. يعني احنا نتكلم عن حق سياسي، لكن نعم. هناك حقوق أخرى تنقصها المرأة في الكويت، يعني منها يعني ما أدري إذا هذا المجال أتكلم عن ماذا ينقص المرأة الآن. احنا نبي نعرف مطالبات المرأة في يوم المرأة. مطالبات المرأة يعني مثل ما تقولين، ابتدي لك في ان اول شيء اني اقول لك المرأة الكويتية يعني تتمتع بخبرة وكفاءة يعني بشكل كبير، لكن احنا نشوف ان احنا يعني بحاجة ماسة الى زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار. لابد من إتاحة الفرصة للمرأة اللي وعطاها الفرصة أنها تشارك في خدمة وطننا. لازم تكون تتبوأ لهذه المراكز للمساهمة والمشاركة، إحنا بحاجة ماسة. نعم. يعني هذه أهم نقطة، ولازم نرتفع في نسبة مشاركة النساء، لأن إحنا تعهدنا في معاهدات دولية أن تصل المرأة إلى نسبة 30% بالمشاركة، ولكن إحنا عندنا النسبة متدنية جدا. ولهذا احنا نأسف ان يعني نكون في 2021 وهذه النسبة فقط، يعني نسبة المرأة في المشاركة، بينما مثل ما ذكرت لك المرأة الكويتية لا تنقصها لا الخبرة ولا الكفاءة، واحنا نشوفها ويعني الكل يشهد لها. نعم. ايضا عندنا يعني نساء يعني بذلنا الجهد والجهيد، وبعضهم أيضا الآن يعني منهم في الصفوف الأمامية في مكافحة هذا الوباء اللعين، وهن من يعني نتقدم لهم بالتحية وإجلال وأكبار لهم ونشكرهم، لأنهم قاعدين يعرضون نفسهم وأسرهم لخدمة المجتمع وخدمة المواطن. ومنهم هذول النساء من هم متزوجنا من غير مواطن. نعم. ومظلومين وأبنائهم لا يتمتعون بالإقامة الدائمة وليس لهم الحق في
يعني في ورث يعني سكن أمهم، إن ما يرثون سكن أمهم بعدما ماتها لا سمح الله، والدولة تفرض فرض إنهم يبيعون البيت ويتصرفون في أموال البيت المبيوع، وإنهم بعدين يصيرون هباء منثورة في يعني ما ندري شنو مصيرهم. هذه معاناة يعني كثيرة منها هذه المرأة اللي يعني مساهمة كطبيبة مدرسة في جميع مجالات الدولة، ولا تتمتع بأبسط حقوقها وحقوق أبنائها. أكيد أكيد، وهذه مطالبات. نعم. أستاذة لولو، يعني إحنا لما نتكلم، والسؤال أيضا موجه لضيفاتنا داخل الاستوديو، يمكن قبل الهوى وإحنا بالفاصل مع فهيد كنا قاعد نتكلم عن برنامج كلاب هاوس. البرنامج هذا لما دخلنا على بعض الغرف اللي كانت تتكلم عن الحركات النسوية، لما كانوا يتكلمون عن حقوق المرأة في العالم، أنا دشيت أكثر من غرفة كان المشاركين فيها من الولايات المتحدة الأمريكية. لما استمعت لمعاناة السيدات في الولايات المتحدة الأمريكية قلت ألا كل هالمصايب هذه عند أفضل وأعرق ديمقراطيات العالم، إحنا بخير وبركة. فهل تتفقون معي، خصوصا حضرتك دكتورة لبنى أنت عشتي في الولايات المتحدة سنوات طويلة، فدائما الغرب ينظر لنا على أن النظرة الدونية للمرأة موجودة في مجتمعاتنا الشرقية، لكن في الواقع وفي أرض الواقع هم اللي يعانون من هذا بالفعل. صحيح، واحد من الجوانب الرئيسية اللي لا زالوا يعانون فيه الفرق بالأجر. احنا بالكويت ما عندنا فرق بالأجر، الحمد لله. يعني انا وزميلي الدكتور ناخذ نفس الأجر. في الولايات المتحدة لكل دولار ياخذها زميلها هي تاخذ 75 سنت، يعني 25% اقل منه. نعم. لنفس العمل. نعم. حنا ما عندنا هذا. لكن الفرق لما ياخذون متوسط الدخل للرجل ومتوسط الدخل للمرأة، نجد فرق، لأن الرجال في مناصب القيادية اللي دخلهم أعلى نسبتهم أكثر من المرأة. لكن في الكويت ما عندنا فرق في الأجر، ولا عندنا فرق في حصولنا على البعثة، ولا وحتى في التسلسل الوظيفي يعانون الأمرين علشان السيدة تقدر تثبت نفسها وتوصل لمرحلة أنها فقط ينظر لها أنها هي فعلا قاعدة تقدم عمل ممكن نستفيد منه. فصراحة احنا عندنا بالكويت هذه نعمة كبيرة، نتمنى أكيد الأفضل ونتمنى أكيد ونطمح للأكثر، لكن نقول على الأقل الحمد لله احنا يعني كنساء الحمد لله ماخذين حقوقنا. واللي أحب يعني أضيف لكلامك غادة، إن في إرادة من الحكومة من الدولة. نعم. حنا لما الدول العالم وقعت على التنمية المستدامة، نعم، وأمين الراحل رحمه الله وقع عليه كان في 2015، من ذاك الوقت التنمية المستدامة جزء من خطة الدولة. نعم. وفعلا كان لي الشرف أشتغل مع الأمانة العامة مجلس الأعلى ويا جهات الأممية، قاموا في تدريب القيادين، قاموا في دراسة عن المرأة والقانون، قاموا في دراسة عن رأي المجتمع عن حقوق المرأة. نعم. أو نظرتهم للمرأة. فكان يعني عملنا حنا عدة سنوات بجد، ولأول مرة كان إعلان من الدولة للنساء اللي يرغبون في تدريب لمناصب قيادية، وقدموا من جهات مختلفة وتم تدريبهم من الخبراء من أمم متحدة. فحنا الحمد لله يعني إرادة أيضا موجودة بالقطاع الخاص. نعم. اليوم كان عندنا قرع الجرس من البورصة، والشركات الكبرى قالوا ان احنا عندنا نفكر ان في كورونا خروج المرأة من قوة العاملة زاد. بالعكس، والبنك الخليج من الإحصائيات اللي عندهم ان خروج المرأة من قوة العاملة في هذا العام اقل من العام القادم، يعني في 2020 اقل من 2019. يعني الكورونا ما اثر على خروجها، لان القطاع الخاص قاعد يتعامل مع المرأة العاملة. استاذة لولو، عندك اي كلمة تحبين تقولينها في ختام مداخلتنا الهاتفية مع حضرتك؟
والله انا بس عتبي ان تقولين الجمعيه اخذوا يعني طالبوا. والله احنا نطمح بالمزيد والمزيد استاذه لولو، واحنا يعني نتوقع منكم الكثير والكثير في حق المراه الكويتيه، لانها اكيد تستاهل، ولانها اكيد تفتقد الى عدد من الامور اللي يجب ان نطالب بها. يعني انا اقول لك اليوم مثلا عندنا 3 مشاركات في كذا ندوة عن بنشاطنا، يعني عن نشاطنا وعن الجمعية وعن ممارساتها، والجمعية أيضا يعني مستمرة في تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها والمطالبة بالعدالة والمساواة لها في المجتمع. ولكن يمكن الإعلام يظلمنا، يمكن ما إحنا بارزين إعلاميا، ممكن معك حق، لكن من طالب بوصول المرأة لسدة القضاء كانت بمطالبات من الجمعية النسائية مؤخرا. نعم. ومن يطالب، وقدمنا الآن قانون للجنة المرأة في مجلس الأمة يطالب بالعدالة والمساواة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وتقديم ومطالبتنا يعني تقديم قانون وبذلك حق للجنة المرأة والمطالبة بالإقامة الدائمة لأبنائها والاستقرار الأسرة. لازم نعم لاستقرار هذه الأسرة طبعا. نعم. النساء يعملن ويضحين من أجل الكويت ووطنهم وقاعدين وعايشين، يجب أن يعني يتحقق لهم العيش الكريم والكرامة في بلدهم ووطنهم واللي أكيد. قاعدين هم يخدمونا، وطبعا هذا شيء طبيعي بالخدمة، لكن احنا نطالب بالعدالة، واحنا نطالب استاذة لولو بلقاء خاص يجمعنا بحضرتك وايضا بممثلين الجمعية يكونون عندنا داخل الاستوديو في ليالي الكويت، ونبي هذا الوعد قبل لا نختم معك. مستعدين والله، بس سامحوني انا بس لان ظروف الحجر يعني شويه. حياك الله ان شاء الله في المستقبل القريب. شكرا جزيلا لك، وكل عام وانت بخير وكل السيدات بخير. شكرا جزيلا.